الشمس الكويتية تفقد أعصابها على شاب وتركله بقدميها، وأخبار عن نقلها إلى مستشفى الأعصاب. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع فيديو يرصد النجمة شمس الكويتية وهي تضرب أحد الشبان من دون معرفة الأسباب، لأن الفيديو صامت. وظهرت شمس في الفيديو بحالة عصبية حادة وهي تصرخ على شاب وتتقدم نحوه لضربه، في حين حاول شخص ثالث التفرقة بينهما، كما أنها قامت بركل الشاب بقدميها وسط تساؤلات وتكهنات من المتابعين حول إن كان هذا مشهد تمثيلي أو وقع بينهما خلاف حقيقي، إلا أن بعض الأخبار انتشرت لاحقا حول نقلها إلى مستشفى الأعصاب لتلقي العلاج المناسب ومتابعة حالتها. وكانت الفنانة الكويتية شمس قد كشفت عن أعلى أجر انتقدته في حياتها، وقالت في مقابلة صحفية إن أعلى أجر عرض عليها كان 800,000 دولار مقابل مشاركتها في إحدى الحفلات، وهذا الأجر دفعها للتخلي عن جولة كانت مقررة لها خارج البلاد. أعلى أجر اندفع لي عشان ما أطلع الحفل 800,000 دولار. نو واي، اتحداكي قسما بالله. خليك